السلام عليكم. حكيم زياش الريفي، حفيد عبد الكريم الخطابي، قائد المنتخب المروكي، خرج تحدى الخوف تاعو وتحدى الناس الكل، وخرج بواحد التصريح دار في ستوري على الانستغرام بوست. حكيم زياش وصف مواقف بلاده بالعار. واش كتب؟ تبا واللعن على إسرائيل وكل بلد آخر يدعم هذا النوع من التصرفات. حاجة جلوبال، أي واحد أي بلاد تدعم إسرائيل قال لك تبا واللعن عليها، تبا لإسرائيل وكل بلد آخر يدعم هذا النوع من التصرفات. الناس خرجت قالت لك أودي زياش، لا زياش مش يقصدش المروك، ما يقصدش الملك محمد السادس، ما يقصدش. قالهم لا، عاود زاد تدوينة خلاف. وش قالهم؟ تدوينتي السابقة لحكومة بلدي المروك التي تدعم الإبادة الجماعية وكل الدول الأخرى الداعمة لهذا عار عليكم، يكفي. في قصة خلاف على الانستغرام قالهم بأنه هذه التدوينة تاعي الأولى اللي قلت فيها تبا واللعن على إسرائيل وكل بلد آخر يدعم هذا النوع من التصرفات، قاصد بها الحكومة تاعنا تاع المروك، وقاصد بها الملك تاعهم ميمي سيس محمد السادس. وهذه عاود أكدها قلنا في التدوينة هذه الثانية، وقالهم بأنه التدوينة تاعي السابقة لحكومة بلدي المروك التي تدعم الإبادة الجماعية، يعني خرجها طاي طاي وقال لهم فوالا واش كاين، وكل الدول الأخرى الداعمة لهذا. وما حبسش عند هذا الشيء وإنما تعداه وقال لهم أودي يأيد الحراك اللي راهو ينادوا به أيام 22 و23 و24 من الشهر هذا. قال لهم إلى أبناء بلدي في المروك، انتهى زمن السكوت، راني معكم. الثورة، انتفاضة، الحراك، راني معاكم، راني دعمكم، راني أول من نادى بهذا الشيء وراني معاكم في صفكم. يعني حكيم زياش، ما كناش نتصوروا أنه حكيم زياش راح يخرج بهذا التصريح هذا وهذه التدوينات هذه. البعض الناس ولا تقول لك لا راهو مسحها، راهو دارها، هو ما مسحهاش، لأنه القصص في الانستغرام عندهم 24 ساعة وبعدين يروحوا الأرشيف. حكيم زياش خرجها طاي طاي، ما خاف حتى من واحد، قالكم إلى الأمام. حتى أنه أخبار تقول بأنه محمد السادس راح لفرنسا البارح بطريقة سرية كما هكذا، مشى لفرنسا. علاه مشى لفرنسا؟ أسكن لها الحالة الصحية تاعو تدهورت ونقلوه لفرنسا، أم راح لأنه حسوا بأنه كان خطر وأنه كان هناك حراك راح يجي بأيام 22 و23 و24 اللي نادت به الأحرار تم في المروك. هذه كل راح نشوفوها ونكتشفوها في الأيام القادمة. هذا مكان، تهلاو في رواحكم، السلام عليكم.